معكم زهية عبود، ديجيتال انفلونسر وبراند امباسادور على برومو تي في. اليوم معي ليال فران، شي از اولسو ا ميك اب ارتست. اول مره تطلعي بفيديو هيك صح؟ اوكي. اليوم الفيديو طبعا طالعين احنا هلا بلا ميك اب شويه، بس اشياء تحدي لنعمل ميك اب. ما بعرف شو ممكن يطلع معنا، ممكن سمبل، ممكن شوي ما بعرف جليترز، ما بعرف شو ممكن يطلع معنا. ف كله لازم نشتغله بايد اليسار. نحن اثنيناتنا منا عصراويه لحتى ما حدا يفكر، سو ما عم نزعبر. نحن حنعمل ميك اب بالايد اليسار. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب مثل ما على طول بقلكم وبعلمكم، وتعملوا لايك للفيديو لانه حتحبوا. انا هلا عم بقول حتحبوا، يلا اعملوا لايك. وبنفس الوقت ما تنسوا تعملوا فولو لبور موا على انستغرام ماي اكاونت وليال فران اكاونت، محطوطين هون. فيكم تعملوا فولو على انستغرام، وموجودين كمان تحت بالديسكريبشن بوكس اللينكات للاكاونتات. وكمان رح نحط لكم كل البرودكت اللي استخدمناها بالديسكريبشن بوكس تحت، موجودين. حكتب لكم كل شيء وين فيكم تلاقون، واذا موجودين على بورما كمان بنفس الوقت رح نحط لكم اياه هون لتطلبون من الويب سايت. سو يلا نبلش. يلا ليتس جو. الله يروح المدير. هلا وقت الميك اب، ورح نستخدم هيدي الايد. ما بدنا ننسى، انا ممكن انسى، فانت ذكريني، وانت اذا استخدمتي انا حذكرك. اوكي تغسي. اوكي تعملي حالك نسيتي. لا خلاص ما رح انسى. بحس ما بعرف، لما تفكروا بالفكره انه نستخدم ميك اب بايد شمال بتبين ببين الموضوع سهل، بس لما يجي الواحد يطبقه كثير شيء صعب. بس لحد هلا احنا ماشيين صح. هلا لما يجي البلندنج والايلاينر والمسكارا وتركيب الرموش والحمرة أنا تطلع مزبوطة، هون التريك. هلا حاستخدم ال HD هايدرا برايمر سبراي من أسنس، حكي عنه قبل، كتير بحبه لأنه بشرتي محتاجة ترتيب. هلا خي فت بالنسبة كافي. رح نستخدم هلا الكاتريس HD ليكويد كوفريج فونديشن بالرقم 30. رح افتحه بإيد شمال، رح احط لك بإيد شمال على كيف بدك تحطي بإيدك أو بال. اوكي بلشي أنت. قبل انا حاستخدم فيس اوف دي بيوتي بلندر. يجيك اللون بالعكس، هجرب اعمل هيك كرمال انت تستفيدي من اللي عم تحطي من الحط. الله صعب الطبطبه بالايد الشمال. عم تعرفي انه فاين يعني بتمرق، بس انه ما بعرف كتير حطيت قليل، بلكي هيك منخفي الفظايع. نقول الفرق بين الاحمرار وال. اوكي انا عم حط على كل وجه بيسكلي، حتى على عيوني. تريس كاموفلاج كريم عبالي جربه بالرقم 15 فير. ايوه وانا كمان ذات الفكره، حبيت تغطيته حلوة كتير حلو. أنا حجرب حط شوي كمان على دقني تضوي عليه. حلو شوي صغيرة هون، صعب الوصول لنقطة نقطة العين. بقى بلس إنه طريقة الطبطبة كتير بتلعب دور بالفونديشن. فطريقة الطبطبة عم بتكون شوي مختلفة. أخ إيدي وجعتني. شوي كتير غلط إنه. شو بدك تستعمل كمان؟ انا هلا رح استعمل بوبا كومباكت باودر. وانا رح استخدم الميبيلين ماستر فيكس لوس باودر لحتى ثبت فيه ماي ميك اب. ثبت تحت عيني اول شيء، which is اهم منطقه. حسيتي بتشنج بكوعك ولا بس انا؟ اكيد. والله انا معودين نستخدم اليمين. صح. رح استخدم للكونتورينج انا باليت بنفيت الشيك ليدرز، شيك ليدرز سكواد. هستخدم هيدا الهولا. هتستخدم انت نفس الشيء؟ هستخدم نفس الباليت. صحة على قلبي. I'm contouring my جبهة. اوكي الحين انتقل على الجهة هذه
مبين كأنه ماسك لأنه عندي هون احمرار. بس أنا ما بدي أروح بالفونديشن لورا مشان الحجاب. الحجاب. سو انتقل على هذه المرحلة. مبين. رح أعمل أنا الهايلايت. أوكي أنا حأعمل الحواجب. رح أستعمل شنو رح أستعمل؟ رح أستعمل الميبيلين برو ساتن بن بشيد دارك براون. أنا رح أستعمل هيدي من الماك هايلايتر كمان بالإيد اليسار. I'm trying. Oh wow. واو رهيبة. بحب استخدم هيدا القلم لللوك اليومي اللي بدي هيك حواجبي باينة ناتشرال مش كتير هيك مرسومين مع كونسيلر ومع قصص هيك بس يدوب. رح نستخدم هلا اثنيناتنا الاي فاونديشن من كاتريس كواتر بروف برايمر للعين قبل الاي شادو. حطه كمان بايدي بالايد الشمال. حطيت انا اللوس باودر تحت عيني حاتركه هيك بيكينج لحتى بلش بالاي شادو. شو رح نستخدم؟ انا رح بلش بباليت ماك. حاستعمل باليت هدا بيوتي. حروح باللون اللي اسمه رو. بحسه هيك شيد بني على وارم اندرتون ففيني استخدمه كترانزيشن شيد بس قوي. هيدا اللون اللي عم حطه. بس كتير حلو كتير كتير حلو. ان شاء الله يطلعوا العينتين نفس الشيء يا زلمة. او ماي جاد ما عم بعرف اعمل بلندنج. اوكي هجرب. مش عارفة امسك البراش. ايدي عضلت. لكن انت ملاحظة البلندنج قد ايه قد ايه واو قد ايه عم نلاقي فيه صعوبة. عم تتمسخري؟ والله لا. هستخدم شيد اسمه ستانت. ازعاج الجمهور عم يضحك. انت متدربة علي؟ وحياة الله ما كان ماي ولا براش بالبيت اصلا. انا ذكي ايدي هون عم بعمل مثل الولد الصغير اول ما بيتعلم انه يمسك القلم. اكزاكتلي exactly. نحن هيك عم نعمل. رح استعمل هالالوان اغمق رو ولوف بايت. رح ركز هون عشان يطلع اغمق تدرج بالالوان على هيدي العظمه اللي هون. حاستعمل اللون اللي اسمه داي دريم من نفس الباليت هذا بيوتي. بحطه هنا. حابه لمع كثير اليوم صراحه. شفتي كيف لمعت؟ شلون يعني شلون بشيل ايدي بحطها هيك. واو لاف ات. هسه بدي اشغل بس مش خالص الموضوع. الوان من تحت لحتى خبي الانتفاخ اذا ايد الشمال يعني. والبيجنرز اللي ما بيعرفوا يدمجوا اعملوا هيك حطوا هيك مثلا وبرشوا حلكوا راسكم. رح استعمل هيدي الكحله من مايبلين. اوكي وانا رح استعمل ما ادري. اوكي حكفي حواجبي. رح استخدم الفيس اوف دي ماسكارا بالرقم 3. هيدي ماي فيفورت ات ذا مومنت. انا متحرك اللينسز معي انا ماني مسحه يعني ما عم بقدر بالايدتين. اوكي راح مشط حواجبي كذي. عن جد صعبه. انت حاطه شو اسمه هيك. ايه ده. سو بعد هيدي رح استعمل شو رح استعمل؟ رح استعمل النسكافيه. الكحلة من قلب عيني لبرا هيك لأعطي هيك سحبة
صغيرة، لأنه إذا بدي أعمل أيلاينر هلأ رح نتبهدل. Thank you. فرجيني. أوه هالشكل. اللي عم تقولي أوه. والله بالطريقة. والله كتير حلو فرجيني. أنا ما بالعادة أحط كحلة سوداء. انه انا بالشمال يعني انه استخدم رموش اليوم لكونتيسا، هدول تبعون الديلي لوكس، كثير كثير بحبهم، بحط عليهم جلو مريم كمان كثير بحبه، وان اوف ذا بيست جلوز بالعالم صراحه. حطيت اسنس اسمها لاش برنسس ماسكارا لونها خضراء. لا نوت باد. ليتس سي. ايوه او ماي جاد ازاي انا بكل الميك اب انا عامل هيك؟ ما فتحت الميك، ما فتحت الميك ولا مره معوده. كثير بفتحت الميك انا، بس انه لازم هلا اتبهدل، لازم هلا اتبهدل. هلا هيدي اللي صعبه، هيدي صعبه انه هيدا انا هيدا ما عم يزبط معي. استعمل فوكالور خاكي، لون خاكي. هيدا الاسنس جلو ميتاليك هايلايتر، كتير بحبه نسبة لسعره للونه، بيشبه كل شيء الا الميك اب. يفت بعيني انا بس اعمل هايلايت لهيدي المنطقة بخشمي، بحس انه خلص هيك كمل الميك اب. يبا ليه. طيب انا رح استعمل الحمرة دغري، honestly ما رح اعمل كونتورينج او شيء، بس وجهيني حبيت رح استعمل شفاف شوي. ايه مزبوط، انا اوقات بعمل هالحركة اكتر شيء هون، بحب هيدي الشفة تكون مقلوبة اكتر. هيدا صاير صاير مثل مش فوشيا هيك، ما بعرف ريد بيربل، ريد بيربل ايه هيك شيء. لا افتحه انت. رح استعمل كونتور بروفوك. اي رقم؟ رقم 33. هلا نيجي لوقت الجد بقى. انا ما حطيت على فكره هايلايتر وبلاشر، هلا اخر شيء بحط. عم جرب. عاد انا غرامي صعب القصص، المره الجاي ايد شمال ووقت بدون مرايه. لا لا ايد شمال بدون مرايه كثير اوفر، ممكن ايد شمال نعير وقت، بس نعير وقت عرفتي، لانه هلا عم ناخذ راحتنا كل ما يطلع على الشغل مرتب. مبين كثير حلو، بين احمر يمكن بوردو، بس هو لونه ما ادري شلون اقول، بس انه يعني عرفتوا المارون على بينك. واو. حاستعمل هلا الاسنس مات تاتش بلاش بلاشر بالرقم 10. هلا رح اخلط معه كمان شيت ثاني كمان من فيس اوف دي سين. كمان الاسنس جلو بيكت ميتاليك هايلايتر رقم 2 للهايلايتر. ما بعرف اذا مبين على الكاميرا، بس في كثير اخطاء، بس مقبول مقبول بالنسبه للايد الشمال. شرارارا. شو رايكم؟ انا حاسه ما بعرف هذا الجنب عندي غير هذا. شو رايك ليال؟ اول شيء قولي لي شو رايك بماي ميك اب بايد الشمال. بايد الشمال واو بالنسبه لايد الشمال حلو، بس بايد اليمين اكيد في شويه اغلاط اكيد البلندينج، بس انه هيك ميك اب بايد الشمال يلي اساسا حدا مش قادر يمسك شيء فيها وهيك طلع الميك اب واو. انت زيت الشيء عن جد، حبيت كتير 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 رسمت مع الهايلايتر، هيك رسمت خدودك مع الهايلايتر عن جد واو بتجنن حبيبتي. انا حبيت والبلندينج والبلندينج والكحله كيف زبطتيها. سو بهيك بنكون خلصنا اللوكس وخلصنا الفيديو. كان في صعوبة رهيبة صراحة باستخدام ايد الشمال، مش صعوبة كتير قوية، بس صعوبة اكتر شيء بالبلندينج وبال يعني انتوا لما تجربوا بنظافة الميك اب، بنظافة الميك اب، يعني انتوا لما تجربوا تعملوا بايد الشمال رح تلاحظوا هذا الشيء. هيك بنكون خلصنا الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو هيك وكنا هيك خفاف زراف، خفاف زراف 100%، وما حقلكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا لو ما في شيء تستفيدوا منه، وبس ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. اكتبوا لنا تحب بالكومنتس اذا حبيتوا التحدي وحابين انه نعمل هيك قصص ثانيه اكثر، بركي تحديات بالميك اب مثلا
تحديات مختلفه بالميك اب غير عن التوتوريالز العاديه التقليديه. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك للفيديو، شير اذا حبيتوا، فرجوه لاصحابكم، وتعملوا لنا فولو على الاكونتات اللي حكيت لكم اياها هون، اكونتاتنا على الانستغرام، وكل المنتجات اللي استخدمناها حتكون موجوده تحت بالديسكربشن بوكس. وليال ثانك يو سو ماتش لانك معنا اليوم حبيبتي، انبسطت كثير وانا اكثر، واكيد اكيد في فيديو جاي حنعمله سوا لازم. بس هذا هو كل شيء. بدك تقولي شيء قبل ما ننهي؟ كثير حبيت كثير حبيت التجربه مع زاهية، وكثير التصوير معها حلو وممتع، وحبيت كثير انه عم نعملنا شيء جديد وعملنا شيء مش معتاد. بس باي، وبس يعطيكم العافيه، بشوفكم الفيديوهات الجايه. باي.